أشاد النادي العلمي الكويتي بالإنجاز الذي حققه الطالب الكويتي سليمان عادل سليمان بحصوله على شهادة الإنجاز العلمي في مجال الطاقة الفيزيائية خلال مسابقة انتل الدولية للعلوم والهندسة التي تعتبر أكبر مسابقة علمية عالمية. المسابقة شارك فيها أكثر من 1750 طالب وطالبة من أكثر من 1600 مدرسة ثانوية ومتوسطة تمثل 75 دولة حول العالم. مشروع متميز ونجاح باهر يضاف إلى إنجازات دولة الكويت العالمية، فقد حصل النادي العلمي الكويتي على جائزة مسابقة انتل العلمية للعلوم والهندسة في مجال الطاقة الفيزيائية والذي أقيم مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية. حصلنا على جائزة في مسابقة انتل العالمية. مسابقة انتل العالمية للعلوم والهندسة هي أكبر مسابقة علمية على مستوى العالم. طبعا احنا مو اول مره نشارك في هذه المسابقه، شاركنا فيها في سنوات سابقه وهذه ثاني مره نحصل فيها على جائزه. طبعا اللي فاز بالجائزه هو الطالب سليمان عادل سليمان، حصل على جائزه في مجال الطاقه الفيزيائيه. ومشروعي يعني يهدف انه يساعد في تقليل سعر الخلايا الشمسيه، وهذا شيء صراحه نحس وايد مهم في الكويت ان نحاول ان نستخدم الطاقه الخضراء او النظيفه، فتساعد في تنميه الدوله وهم تساعد في وايد اشياء بصراحه. النادي العلمي الكويتي من المؤسسات التي تولي جل اهتمامها الطاقات والمواهب الشابه في البلاد. بدعم الطاقات الشبابيه عن طريق تنظيم مسابقات للبحث العلمي اللي هي اساس مسابقه انتل الايسف. تقيمها النادي العلمي بدعم من المؤسسات الدولة، تشارك فيها مجموعة كبيرة من مدارس الكويت بالقطاع الحكومي اللي هي وزارة مثلا وزارة التربية، يشاركون فيها متسابقين في 20 مجال بحث علمي. رفع كفاءة الخلايا الشمسية بطريقة كيميائية هو المشروع الذي حصل فيه الطالب الكويتي على شهادة الإنجاز العلمي في مجال الطاقة الفيزيائية. كان مشروعنا او مع سليمان كان عباره عن ان احنا بنحفز او بنحاول نرفع من كفاءه الخلايا الشمسيه بطريقه كيميائيه وبطريقه يعني ميكانيكيه اقوى. الحمد لله اولا واخيرا ان الله من علينا بهذا الفوز، طبعا هو فوز للجميع، فوز اولا للكويت وصاحب السمو امير البلاد اللي دائما يشجع الطلاب على الانجاز العلمي وعلى التفوق. فوز الكويت بهذه المسابقه العلميه التي تعد الأكبر على مستوى العالم للطلبة دون المرحلة الجامعية يضاف إلى الإنجازات المشرفة في سجل دولة الكويت، ففوز الطالب سليمان عادل بمشروعه العلمي وحصوله على شهادة الإنجاز العلمي في مجال الطاقة الفيزيائية لهو وسام يعلقه كل كويتي على صدره. من قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي، ناصر الهاجري، تلفزيون.